مبارك من هولندا يقول: ما حكم الصور التي فيها روح في الكمبيوتر وترسل بين الإخوة المتحادثين تحذيرا عما يريدون قوله فرجل مبتسم علامة في الرضا وصورة رجل غاضب في حالة الزعف؟ هذه المصطلحات ليس لها أصل في الشرع، ولا حاجة إلى الصور المجسمة إلا بالضرورة، وهذا ليس من الضرورة. هذه المصطلحات ليس لها أصل ولا نؤيدهم عليها، بل إن كان لبعضهم على بعض حاجة فعليه أن يكلمه بالوسيلة. أن هذه العلامات علامة الرضا وعلامة السخط هذه ليست من دمياس. نعم.